شو بتعرف عن أمراض العيون؟ والله مش كتير، بس يعني شبكية قرنية، ضعف نظر. بعرف قصر نظر وطول النظر والحول، وبعرف الأظفر العين. بعرف إن في قزحية مخروطية وهيك، يعني مش يعني بشكل عام، يعني شغلات بسيطة بعرف عن أمراض العيون. في طول نظر، في قصر نظر، في عمليات بعملوها كثير هون بالشارع، يعني عندنا الشريف العيون والأشراق. طول نظر، قصر نظر، حول إلى آخره، هاي الأمور. تزرعة شو اسمه، تغيير عدسة، ما تغيير عدسة. كالتهابات العيون، الكونجنكتيفايتس، هاي اللي هو التهاب ملتحمة العين. الشغلات تاعتنا، النظارات اللي بيلبسوا النظارات، هذا قصر النظر، طول النظر، هاي الاشياء كلياتها. في المي الزرقاء، في المي البيضاء، وفي عفوا قصر نظر وضعف نظر وبعد نظر. المي الزرقاء، العينين والامور هاي، هذا بسمع عنه فقط لا غير. يعني بعرف بعد النظر، قصر النظر، هاي القصص، بس شويه مي بالعين، اشي زي هيك بس. حضرتك يعني مي بيضاء، مي زرقاء، امراض بالشبكيه، ضعف، اكثر من هيك لا. يعني بعرف أمراض العيون، في المي الزرقاء مثلا، في الانحراف، شغلات هيك. يعني أمراض العين يعني بشكل عام بعض مرات تكون ما عنده ضغط، الضغط هذا عرفت كيف بأثر على العين. والله بعرف أنه أمراض الشبكية من السكري بتيجي، والمي البيضة، وضغط العين.